معنا مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. راغدة، تحية طيبة لك. هل تصريحات جالنت بالمفاجأة في الضربة الإسرائيلية لإيران يعني فشل مساعي بلينكن في إسرائيل؟ جزء من التخطيط الذي التكتيكي والاستراتيجي. لن نعرف متى تقرر إسرائيل أن تضرب إيران، ولن نعرف ما هو حجم الضربة. نعرف أنه هناك الآن استبعاد للضربة النووية، حسناً نعرف ذلك، ولكن بالتأكيد هناك محاولات أمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية بأن تؤجل أي ضربة. هل ستستمع إسرائيل إلى ذلك؟ هناك يعني إيحاء بأن إسرائيل قد تستمع، لأنها ليست في حاجة لأن تدخل في قفص التهمة من إدارة بايدن بأنها عطلت على كاملا حارس أن تصل إلى الرئاسة. ولكن فعلا وفعلا لا نعرف، لأن هذا من أهم من الأوراق لدى إسرائيل. والمشكلة أن إدارة بايدن منذ البداية أسلوبها هو أسلوب إرضاء لإسرائيل واسترضاء لإيران، وبالتالي قد فات الأوان عليها لتأتي الآن لتقول هذا ما أريده وهذا ما عليكم أن تفعلونه. إذن هناك احتمال بأن تكون الضربة صغيرة محدودة، بأن تكون سريعة، وهناك احتمال أن تؤجل إلى ما بعد الانتخابات، ولكنها ستكون بالتأكيد مؤلمة وموجعة. وقد تم تحديد الأهداف إسرائيليا في موضوع الضربات الموجهة إلى إيران، وهناك أيضا كلام عن قيام إيران بتحديد الأهداف التي تريد استهدافها في إسرائيل في حال بدأت إسرائيل أو قامت إسرائيل بهذه الضربات الانتقامية. هذا في هذا الموضوع. نعم راغدة، ولكن أنت كتبت بأن المواجهة الإيرانية الإسرائيلية ستكون على الأرض اللبنانية، وقلت تحديدا أن اللا استقرار في لبنان هو ثمن تحقيق حلم الاستقرار في المنطقة. صحيح تماما رولا، لأن المسموح به عمليا كأمر واقع هو أن يتم الانتقام الإسرائيلي من الضربة الإيرانية التي تمثلت ب 200 صاروخ على إسرائيل. ما يحدث عمليا هو منذ ذلك الضربة، منذ أن قامت إيران بما قامت به، عمليا وفعليا تقوم إسرائيل بالانتقام في الساحة اللبنانية بالتأكيد من حزب الله، وهي تحاول أن تسجل انتصارات استراتيجية كما قال بلينكن لم تكتمل بعد من وجهة نظرها، ولكن لبنان أيضا يدفع الثمن. فإذا أعتقد أن لبنان سيكون، وأنا لست أنا بمفرد من يعتقد ذلك صراحة، أنا أتحدث مع عدة مصادر، وهناك خشية بأن يكون لبنان فعلا موقع اللا استقرار إلى حين تلك الصفقة، صفقة الاستقرار في المنطقة. لأن إيران يبدو أنها تستعجل الأمر دائما لتقول لست أنا من قام بهذا أو ذاك، إنه حزب الله، على نسق ما قالت إيران حول عملية استهداف نتنياهو. وقر نتنياهو قال السفير الإيراني هنا في الأمم المتحدة، لا نحن لم نفعل ذلك، إنه حزب الله. فإذا إيران مستعدة للتضحية بآخر عنصر من حزب الله، ولكن هي تعوض له، ولكنها مستعدة للتضحية بأي شيء في لبنان وغير لبنان، وحتى لربما بالأذرع، طالما هناك ضمانات بأنها هي إيران بحد ذاتها لن تضرب جديا من قبل إسرائيل. نعم، هناك الآن عاجل علي أن يعني أقوله. ترامب يقول بأنه أجرى اتصالا بنتنياهو مؤخرا وأريد تحقيق السلام في الشرق الأوسط، اتصالات مكثفة ما بين ترامب ونتنياهو. هل هذا سيدفع الإدارة الأمريكية في محاولة يعني استخدام أوراق جديدة كي تقطع الطريق على ترامب؟ لا 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 لا، أوراق جديدة لدى الإدارة الأمريكية هي الأوراق نفسها، هي ليست في وارد استخدامها الآن. لا مجال لأن تقوم الإدارة الأمريكية الآن بإيقاف المعونات العسكرية لإسرائيل، بالعكس هذا سيخدم ترامب
ترامب وهاريس كلاهما كلا الحملتين يحاول تحاولان أن تأخذ الأصوات العربية هنا في ميشيغان وغيرها، ولذلك أن هناك محاولات تدخل في خانة التزاحم على ذلك الصوت العربي، ولكن عن الباب الإسرائيلي. يعني ترامب تحدث مع نتنياهو، لم يتحدث حتى الآن أقله مع الرئيس محمود عباس. هناك محاولة للإيحاء بأن كل من المرشحين سيقدم شديدا، وهنا الكلام عن الرؤية، رؤية اليوم التالي. ماذا في اليوم التالي؟ أنتوني بلينكن وزير الخارجية أتى إلى المنطقة ليبحث هذا الموضوع، ليقنع إسرائيل بأن عليها مثلا في موضوع لبنان أن تفكر مثلا بوقف النار حتى لهدنة مؤقتة، ولكن إسرائيل حتى الآن لن تتوقف في خضم معركتها على حزب الله وعلى حماس. لن تقبل بوقف النار مهما كان، لأنه ليس في مصلحتها. وبالتالي كل هذا اللف والدوران في موضوع وقف النار إنما هو شراء وقت. هناك خطة يطرحها بلينكن وهي خطة مختلفة عن الخطة الأمريكية السابقة، تقوم على أنه يتم إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن، وتكون جس نبض وفق ما قاله الإعلام الأمريكي بأنه جس نبض لجدية حماس بالدخول بالفعل بمفاوضات ووقف إطلاق نار شامل. هل هناك أي وقت لهذه الخطة أصلا؟ لا صراحة رولا، هذا ترقيع ما بعد يعني لربما فات الأول على الترقيع الذي هو من سمات الإدارة الأمريكية، وأيضا فات الأول. طب راغدة، سينتهي وقتي، ولكن يعني زيارة بلينكن 11 إلى المنطقة، ما هي قيمتها؟ ما الذي يحمله من جديد؟ لها قيمة لأن في محاولات أمريكية بأن تكون هنا محاولة إقناع لإسرائيل ولإيران بالتفكير باليوم التالي على أساس إنقاذ غزة مما هي وإن تقع به، وإنقاذ لبنان من أن يكون هو الضحية لكل من إيران وإسرائيل، لأن إيران ترفض السماح لحزب الله بالانسحاب من الجنوب اللبناني، وإسرائيل ستستمر في تدمير لبنان طالما أن لا جدية في تطبيق القرار 1701 الذي يتطلب قطعا انسحاب حزب الله من المنطقة ما بين الحدود وما بين الليطاني. إذن هناك محاولات لكنها رمادية. إسرائيل تقول بأنها لا تريد البقاء دائما في غزة وليس البقاء أيضا في جنوب لبنان، إذن كيف ستحقق ما تريده إسرائيل على السريع؟ معنا دقيقة راغدة. على رأسي، إذن ما تصر إسرائيل على تحقيقه هو استكمال مهمة تدمير البنية التحتية العسكرية لكل من حماس وحزب الله. هذا ما هي عازمة عليه بغض النظر عن مواقف الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية والأطراف الأوروبية تحاول أن تقول لإسرائيل فكري في اليوم التالي، لقد حققت استراتيجياتك التي هي تقوم على التدمير حتى الآن 80% على الأقل من هذه الأهداف، فابدأي بالتفكير في اليوم التالي. وهناك استعداد أوروبي وعربي وأمريكي للمعونة بأن يعني تكون هناك صفحة جديدة تؤمن المرحلة المقبلة بدلا من الاستمرار في حروب الاستنزاف وخسارة استراتيجيا ما تم تحقيقه حتى من وجهة نظر إسرائيل وأمريكا، تحقيق إنجازات استراتيجية بتدمير حماس وحزب الله. نعم، هل ستوافق إسرائيل على إدخال مساعدات كافية لغزة؟ ستوافق على إدخال كافية، لا أعرف إن كانت كلمة كافية في محلها. ستوافق ولكن وستعمل ربما، لأن العمل هو أن يقوم على تلك الصفقة الكبرى. التمنيات، لماذا قام بلينكن بزيارة السعودية وغير ذلك؟ لأنهم ما زالوا يأملون، عندهم من الآن حتى يناير هم في السلطة، ما زالوا يأملون أن يسجل لهم التاريخ أنهم تمكنوا من إقناع إسرائيل بمبدأ دولة فلسطينية وإقناع السعودية لفتح للتطبيع مع إسرائيل. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة.